هل أنت مهاجر أو لك تاريخ مع الهجرة؟ هل تعلم ما هي إمكانياتك السياسية؟ هل تريد أن تساعد في التشكيل السياسي وأن يكون لك تأثير على بلدية إمدن؟ إذا انضم إلينا. أنا موفق الشمالي، عضو في مجلس الاندماج انتجراسيون صغات إمدن. مجلس الاندماج في إمدن وهو الممثل السياسي للمهاجرين والذين هم من خلفية مهاجرة، وقد تأسس عام 1992 ميلادية، وهو يمثل المهاجرين عند مجلس وإدارة مدينة إمدن. هو يقوم على تقوية التماسك الاجتماعي بيننا في مدينتنا، كما يعزز الديمقراطية فيها. سيكون التصويت على أعضاء مجلس الاندماج للدورة الجديدة يوم السبت الموافق للثاني عشر من آذار لعام 2022، ونحن ندعوك بشدة للمشاركة في هذه الانتخابات. حتى لو لم يكن عندك جنسية ألمانية، قم بممارسة حقك في التصويت. قم باختيار ممثلك في مجلس الاندماج انتجراسيون صغات حتى يكون هناك توازن سياسي. هذه فرصتك لتشارك في الحدث السياسي في مدينتك.